مساكم الله بخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برامجكم رياضية 18 عبر قناة الراي. بالتأكيد اليوم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مسلطة الضوء بشكل كبير يعني في جميع بقاع الأرض، يعني الكل راح يتابع هالمباراة، وبالتأكيد احنا يعني قاعد نحاول كثر ما نقدر مع فريق العمل ان نشوف مشاهد سريعة من هالمجريات الشوط الأول لهالمباراة. بس اليوم انا حبيت اشكر ضيوفي اللي عنيناهم اليوم والكلهم بينهم لريالي وبرشلوني، فجمعناهم في هالحلقة ومشكورين لحضورهم ورحب فيكم. بس قبل أروح أرحب بضيوفي خالص العزاء، طبعا باسم برنامج 18 نتقدم بخالص العزاء لمهاجم منتخبنا الوطني السابق ونادي الكويت الكابتن صلاح الحساوي لوفاة والدته، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيدة، وأن لله وأن إليه راجعون. رحب بالضيوف المتواجدين معاي، أبدأ مع العزيز طارق العيدان. حياك الله كابتن وساعة المباركة. ساعتك أبرك أبو خالد، أمسي عليك ومسي على الكباتن ومسي على خلف الشاشة. حياك الله يا اخوي العزيز، ونعظم الاجر حق الكابتن صلاح الحساوي. ايوه اخر الاحزان ان شاء الله. ان شاء الله اخر الاحزان. ونرحب ايضا بالعزيز حمد العنزي محلل 18، حياك الله ابو نايف. الله يسلمك، حييك اخوي ابو خالد، مسي عليك مسي على الاخوان الموجودين ومسي على المشاهدين ان شاء الله، وكل التوفيق حق برشلونه باذن الله. ان شاء الله رحب بالعزيز محمد يوسف، من زمان عنك ابو يوسف، حياك الله. الله يحييك ابو خالد، احب امسي عليك وعلى اخواننا الموجودين واخواننا المشاهدين، حياك الله. ونقول ان شاء الله الفوز ريال مدريد. ان شاء الله ان شاء الله ريال مدريد ان شاء الله. والله متوتر ابو خالد. رحب بمحل 18 اخوي العزيز صالح الجنفاوي ابو ثامر، حياك الله. الله يحييك يا ابو خالد، انا امسي عليك وعلى الاخوان الموجودين وعلى المشاهدين الكرام، وان شاء الله تكون ليله مدريديه ان شاء الله، وتفرح ونشوف ابتسامتك ان شاء الله. انت ما ادري احساسي انك متوتر وما تعطينا انطباع يعني ما هو زين. مو على بعض، مو على بعض يعني. دائما التوتر مشكله. عموما نبدا معاكم مشوارنا، لكن بعد هالفاصل ندش مضمون ان شاء الله، وعندنا اكثر من محور راح نتسلط الضوء عليهم بشكل كبير، لكن بعد الفاصل خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ندش مع مضمون الاجواء الان يعني في الكلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونه. بالتاكيد هالمباراه تلقي بظلالها على الكل بدون استثناء، يعني الكل الان يتحدث عن مجريات الشوط الاول، لكن احنا راح ناخذ مجال اخر ايضا في الكلاسيكو بما يتعلق بضغط المباريات، يعني الثقافه اللي موجوده الان عند اللاعبين. نعم اللاعبين محترفين، لاعبين ليفل عالي جدا، احنا نعرف هذا الشيء، لكن لما نتكلم من مباراه اليوم الاربعاء وعندهم ايضا كلاسيكو اخر يوم السبت، يعني كم يوم بينهم؟ خميس وجمعه، يومين فقط، يومين فقط، يعني 48 ساعه ويلعبون مباراه ثانيه، يعني شنو ضغط بدني، شنو ضغط ذهني، شنو تركيز عالي، شنو الاجواء اللي راح يعيشونها، هل يومين نفسيا اللاعبين كيف يكون تحضيرهم؟ هذه الأجواء، هذه الثقافة بالتأكيد مش موجودة عندنا نهائيا. أبدأ معك طارق. اي طبعا ابو خالد، يمكن ادش بالسؤال مالك، ان اللاعبين هم كنظام الأوروبي كامل او اي نظام ثاني دول ثانية، هذول نظام الاحتراف عندهم لاعب مهيئ كل شيء، يعني حتى يمكن يلعب اليوم مباراة، يمكن يقدر يباشر يلعب مباراة، عنده ستاف كامل يهيئ اللاعب نفسه. يمكن عندنا بالكويت ما عندنا هذا النظام، صعب انه راح يكون هذا النظام عندنا، لان للحين احنا يمكن الاحتراف مالنا احتراف جزئي، وهو ما هو الاحتراف اللي اللاعب يتمناه. انا ما اعتبره احتراف جزئي، يعني احتراف بس اعتبره مشي حالك، يعني بس في نظام مكافآت تعتبر ترفيه، ترفيه يعني، لا في خصم، لا في يعني حتى ليمت اللاعب نفسه، يعني شيء بسيط الفرق بينه وبين اللاعب اللي يمكن ما يلعب، يمكن هذا ياخذ 500 خلينا نقول، وهذا ياخذ 250 اخر الفئه الاخيره. شيء على وضعهم هم، وضع يعني وضع مختلف اكيد، يعني ما تقدر تقارن نفسنا، احنا ما نقدر نقارن نفسنا بالدوري السعودي، تبي نقارن نفسنا باوروبا؟ طيب على هالجزئيه ابو نايف، الحين عندنا احنا مباريات اقل، يعني ما يمكن ما نكمل حتى 20 مباراة.
ورغم ذلك تشوف بعض الانديه يتكلم يقول لك والله تحضير حاله بدنيه. انت مو 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 تحضير ما المساله مو مساله مباريات، اللعب الفعلي بالمباريات ايضا هم هذا يعني صحيح يعني خلت يعني لا دور لا لا دور كبير. لما تتكلم عن 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 الامر هذا ترجع مسؤوليه اللاعب نفسه، خصوصا بعمليه ريكفري او استعاده الطاقه بعد بذل المجهود. هني تلقى تروح النادي مثلا اليوم مباراه، تروح النادي باكر ساعتين ولا ساعه ونص، لاعبين يسوون مساج واللي يدش جاكوزي او واللي بالصاله ما شابه ذلك، اي خلاص عقب ما يطلع من النادي الاكل يمكن مو منتظم، النوم، كيفيه الجلوس، القعده، الامور هذه مو موجوده. بس لما ترجع لما نشوف في دول اوروبا والدول المتقدمه والمتطوره بالامر هذا، تلقى اللاعب هو المسؤول عن نفسه. حتى لما يطلع برا النادي الاداري ما يلحقك، او مدرب الفريق او اخصائي الفريق للعلاج الطبيعي او الامر هذا ما له شغل فيك، ما يلحقك يقول لك سوي كذي سوي كذي، لا انت خلاص مسؤولية عليك تطلع عند اللاعب. ليش إيه هم هذي بس بناء ترى يتحاسب اللاعب هناك حتى لو إيه هذا اللي أقول لك يتحاسب ليش أو لأن المسؤولية عليك ترى يعني يبين يدون إن هذا سهران يدون إن هذا ما أكل يعني من وزنه يشوفون ليش هم كل أسبوع أعتقد كل أسبوع يقيسون الوزن كل أسبوع إيه بعدين بخالد شو الفرق بين هناك الدول الأوروبية وهنا الكويت الوظيفة هناك وظيفة لاعب كرة قدم ما يقدر ما ادري يتحاسب لا حتى لو احنا مرينا بالامر هذا ما تقدر تطلع من دوام الساعه 2 هل كان طيب تبي تلعب الساعه 5 مباراه وما ينام تقدر صح ما تقدر لا لا خالد خليني اقول لك دقيقه بس دقيقه حتى لو يعني الحين هنا مثلا انا لاعب كره مثلا حلو نوعية المجتمع والامر هذا تختلف عن في حساب القعدة القومة الدوانية ما دوانية الامر هذا انت يعني بس في حساب اذا انت اعطيت الاحتراف يمكن حمد يقول انه يمكن احنا نختلف عن الدول الثانية بس هم اذا انت نظمت الامر انه احتراف الكامل وما يداوم ويكون بس كرة قدم ترى راح يفرق اللاعب لان في لاعب يكون اسعار راح تكون لها كل واحد وسعره صحيح. انت اليوم تشوف اتكلم عن حمد العنزي اليوم سعره 50,000 يدور شلون يحصل العقد ب 70,000 عشان يطلع نادي ثاني هني اللاعب هو اللي يعطي من نفسه بس بتجي تقول لي علينا احنا افكر بال 500 دينار يمكن ياخذ ال 500 دينار ولا ياخذ 250 دينار ترى هذه نفس الشيء ما راح تسوي له شيء يعني اول شيء تعب وارهاق على اللاعب يمكن ترى في فرق نتكلم عن انا بتكلم يمكن عن فرق الثانيه تلقى متى انت موظف البنك متى يطلع 5 يطلع ولا يطلع 5 يجيك التمرين 5:30 وين في شده هذا اللاعب يعطيك طيب فوق كل المعطيات هذه ابو بدر فوق المعطيات هذه كلها عندنا لاعبين دوام نادي تمرين وبالليل يلعب تقسيما ملعب مؤجر مو قاعد اقول لك ما في ما انت مو ليش انت لا انت مو تقول الكلام هذا انه ما عنده وقت صح وجهاز لا لا شنو لا وفي ناس يلعب تقسيما بالليل لا لا وفي ناس يروحون دوامات سهرانه بعد انا وياك لنا ما في احد الامر هذا يعني هذا مثال مو ما ينطبق على الكل يعني انا ادري بس انا في لاعبين معروفين لاعبين دوليين في لاعبين مخالد حتى دوامي ما يروحون بس عدد قليل بس انت لو تتكلم نفس ما قال بنايف في مجتمع بتروح دوانيه دوام انت بتطلع الساعه 2:00 3:00 عندك دوام الصبح ما تنام الاربع ساعات بتروح الدوام تطلع الساعه 2 الظهر حتى الاكل ما راح تاكل نفس الناس عشان تاكل بعدين ابو يوسف هذا الامر ابو خالد هذا نظام شخص نفسه ادري ابو خالد بس هذا الامر هو مو بيوم وليله صح مو انا يلا شباب بصير محترف لا هذا من الصغر خلاص من عمرك 8 سنين 7 سنين خلاص انت تعودت على البروسيجر هذا على السيستم هذا على النظام هذا خلاص ليش احنا ما نصير نفسهم يعني مو اوروبا ليش ما نصير نفس الدوري السعودي ما صعبه لا يعني بعدين شقر هناك الانسان العادي الانسان العادي لما تكون عنده اراده وحاب انه يسوي شغله هذه ويحافظ على نفسه صدقني احنا عزز المشاعر تصدق انا هذا اقول لك مسكين عقدنا انا بالنسبه لي تصدق انا اتوقع ايام قبل بس انه هذا ابو خالد ايام قبل انا عندي احسن ابى اشوف العقليات اللي قدام خالد انا عندي نظام قبل البيئه اللي تصير صراحه النظام قبل انا اتكلم يمكن في جيلي خلينا نتكلم يعني بالتسعينات اول ما لعبنا يعني بدايه التحرير وكذي وهذا
اتوقع عندنا كانت المواظبه هذه، يعني عندنا الالتزام. انا بصراحه شفت ويمكن عاشرت فترات اشتغلت اداري وفتره يمكن مسكت مدير منتخب وتواجدي بالنادي، صار اللاعب ما عنده الاهتمام الكامل. انا اللي قاعد الاحظه يمكن قبل انا واحد من الناس اتكلم عن نفسي، لا والله كنت اهتم في مباريات المهمه، اهتم في مباريات وايد يعني، حتى يمكن حتى بدوامي يمكن استاذن علشان اني اريح بالمباراه. بس الحين صار في نوع جزئيه من الماديات. ليش تغيروا اللاعب كره القدم؟ ليش تغير؟ ليش تبي ليش تغير؟ تغير ان الدول اللي ما الدول اللي جايه هم صار عندهم لاعب اللاعب ما عنده رقبه الحين. ليش انا اشوف مثلا تغيروا وانا مثلا الحين شوف عمان مخذ كاس اسيا، احنا قبل جينا ما في. انا بحتر لا 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 ابو يوسف، احنا قبل جينا ما في احتراف الدول الثانيه. الحين اللاعب قاعد يشوف ان الامارات عندهم احتراف، السعوديه عندهم احتراف، حتى الاسره حتى صح. الاسره لها دور صح. صحيح اكلك نومك قعدتك هم لها دور. حتى ليش نركز على المراحل السنيه والبراعم؟ انه يعني بالانديه يعني هذه فرصه انك تسرع ثقافه اللاعب الصغير. اكاديميات مال اكاديميات تعطيه حتى لو تعطيه محاضرات، حتى تعطي دروس صح لجانب التمارين، تزرع الاداره. انت المرحله هذه مو مرحله بس والله اني امرنا كلاعب، لا انت تبرنا كولي امر، هذه امانه تزرع فيه ثقافه طيبه تنفع حتى بحياته، لحتى لكبر يمشي على النظام السيستم هذا بحياته. انا بروح لي نقطه ابو ثامر، يعني الحين لو نطالع بيننا، لو مثلا الحين انا بحط مثلا اقوى مواجهه عندنا بالكويت بين اي ناديين؟ الكويت والقادسيه. الكويت والقادسيه، لو نفرض الليله لعبوا الكويت والقادسيه والسبت عندهم كويت والقادسيه مباراه ثانيه. ايه زين، تتوقع تاجل المباراه؟ والله شوف على وضعنا، يعني على وضع اللي موجود اكيد تتاجل المباراه، لان احنا يعني اللاعبين ما يملكوا اللي في العالي. ابو خالد يعني ابو خالد احنا يمكن ينتهي لاعب الموسم، اذا لاعب اساسي انا اعتقد يمكن 27 28 مع جميع البطولات، دوري، كاس ولي العهد، كاس الامير، كاس بالاضافه الى كاس الاتحاد. لكن هذه تبي لها يعني منظومه كامله، يعني احنا يمكن سنه من السنين بالاتحادات السابقه كانوا يوصلون عدد لاعبين الانديه الى 52 الى 50 مما يتوافق مع اللي حطوا الدوري الرديف فيه المباريات. عدد المباريات، لان شفنا ذاك الوقت كان في دوري الرديف صح. وكان كانت كاس الاتحاد ما هي مجموعتين تلعبها نظام دوري 52. انت تقول 52 اي لاعبين برشلونه اخر احصائيه لهم ولاعبين ريال مدريد اكثر من عدد مباريات لغايه الان قبل الكلاسيكو الليله. انا قاعد اقول لك شوف قبل الكلاسيكو الليله 53 مباراه، وللحين باجي 13 جوله في الليغا زين، وللحين الشامبيونز لا انا بعطيك ابسط الاشياء اللي يفترض موجوده مع كل فريق. اخصائي اغذيه موجود؟ ما هو موجود، ما يمكن اغلب الانديه كل الانديه ما هو موجود هذا الاخصائي الاغذيه اللي انا اعطي مثلا حمد، اعطي اللاعب اللي يحتاج فيتامين، يحتاج تغذيه، يحتاج انه لا ياكل نوعيه من الاكل، ترى هذه تساعد حتى على نقول البدنيه داخل الملعب. اخصائي تغذيه ما هو موجود بالفريق ويفترض انه موجود، اذا احنا هذا لانه ما عندنا الاحتراف نبي نتكلم لازم يكون اصطافك وهو موجود حتى العياده. بعد اضيف لك شغله ابو خالد، انه يمكن في اغلب الانديه ما عندهم اخصائي علاج طبيعي شوف للفريق. الحين الانديه الاخصائي هو ممرضيه بسيطه يلف لك الانكل ويقول لك دش الملعب ولا جلسه واجهزه قديمه ممكن تكون ماده حاره ولا طيب انا بتكلم مع حمد عن مباريات الان القادسيه والفيحاء، يعني المباراه هذه تاجلت وردوا ثاني مره ردوها بنفس توقيتها، طبعا بكتاب من القادسيه طلب تاجيل المباراه، بعد ذلك رجعت طلب القادسيه لا انه يرد لوقتها الاصلي. يعني المشكله ان الناس قاعده تنتقد الاتحاد، انه شوف الاتحاد شوف تخبطاته، شوف ما اعرف ايش من الكلام هذا. يعني في ناس الجانب الثاني يقول لك يا اخي في تعاون، اي اكيد الله يعطيهم العافيه الاتحاد اللي قاعد يتعاون مع الانديه مع كلهم سواسي. بالضبط. فانت ايش رايك؟ هو بالنهايه القادسيه تحت مظله الاتحاد وكل الانديه تحت مظله الاتحاد. طيب فالاتحاد دام شاف الامر هذا ودام شايف ان التراجع ما في اي مشكله ما في اي خلاف قال كان اتراجع. يعني اما مساله ان الاتحاد لا ما الاتحاد الامر هذا
يعني يعني هذا لما تكلم تخبط لا انت بوجهة نظرك ما لا لا بالعكس انا اشوفه تعاون الناس فسروها تخبط انا اشوفه تعاون دام القادسيه قدم كتاب انه خلاص بيرد نفس الموعد ووافق الاتحاد بالعكس هذا تعاون الاتحاد ما عاند يعني ولا سوى مشكله بس انا شنو السبب اللي يعني يعني الاسباب ترجع بالنهايه الاسباب ترجع حق النادي القادسيه او مجلس اداره القادسيه ليش اجل المباراه لا لا شوف 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 هي ترجع حق مصلحه النادي القادسيه يشوف مصلحته انا ما ادري من نيات بس اعتقد القادسيه بيجرب الاتحاد يبي يشوف الاتحاد لا لا ما اتوقع يسوي ايش انا بالضبط يطيح الانذارات تقول له رد الانذارات بالضبط ما يصير الامر هذا عشان شوف. يوسف ناصر هجوم طاحت عليه انذارات بترده حلو الكلام انت عندك جدول صح وعندك الجدول بس ترى لاعب نادي يعني نادي القادسيه ما يوقف على طلب طلب القادسيه طلب القادسيه اعتقد اذا ليش اجلت يوسف يوسف خليني اقول لك شغله خليني اقول لك رايك يحترم وعلى العين والراس لكن مساله ان القادسيه بجانب الاتحاد صح احنا بدوله يعني 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 هذا اللي قاعد يصير من القادسيه ما وصل لهالدرجه هذا انه يجرب الاتحاد يعني هذا اللي قاعد يصير من الامر 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 هذا الامر هذا انا اقول لك يعني مستحيل انه يصير لكن القادسيه ليش اجلت بالضبط هذا السؤال ليش اجلت انا اعطى فرصه شاف القادسيه ان الامر هذا مو من صالحهم طلبوا من الاتحاد وافق وافق ما وافق خلاص انتهى الموضوع زي. انت قول حق قول حق الاتحاد ليش وافقت لا تقول حق القادسيه ليش اجلت هذا نوع تعاون هذا اقول حق الاتحاد ليش وافق انه يستجيب حق نادي القادسيه بس لك سؤال يعني السؤال اللي قاله يعني الحين قط اللوم على الاتحاد على الاتحاد يعني قبل دقيقه قال الاتحاد في تعاون, تعاون وما ادري شنو شوف امور طيبه صح عرفت الحين قط اللوم ما قطيت اللوم لا لا لا, 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 لا انا هو انا اعطيك انا اعطيك خالد لا انت خليني اقول لك شغله هو ايش قال سالني قلت له السؤال هذا ما توجه حق القادسيه توجه حق الاتحاد ليش وافق ليش وافق بس انا يعني عند الاتحاد هو الاتحاد عنده اجابه انا برجع على كلمه حمد الاولى هي نوع التعاون يعني يعني الاتحاد يعني متخبط لا لا متخبط يعني انا ما اشوف انا اقول لك شيء يعني هذا نوع التعاون ليش احنا اذا يعني اليوم تعاون ويا يعني الاتحاد تعاون ويا القادسيه وتعاون ويا الكويت يمكن اكثر فريقين اللي عندهم مشاركه خارجيه طيب. هذا مو التخبط يعني شنو التخبط احنا الانديه الآن احنا الانديه بالنسبه لنا يعني انا اتكلم ايش اقول لك انا لي انا ليش انقل انا بخالد اتكلم على 15 نادي انا انقل لك انا انقل لك صوت من يعني بخلوك. من اصوات شارع الرياض اوكي شارع الرياض يعني اللي قاعد يقول الاتحاد الان قاعد يتخبط لا ما يتخبط انا اشوف نوع تعاون انا اليوم انا كنادي القادسيه شفت اللي ودي تأجيل مباراه انا اوكي هذا الاسباب يعني انا بسالك سؤال يمكن انا لي حق ويوسف انا لي حق بالامر هذا اخذه خلاص شفت نفسي ان ترى انت 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 بغض النظر انا مو مجبور اني 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 ابرر لك انا بالنهايه القادسيه اشوف مصلحتي والاتحاد نفس الشغله الاتحاد يشوف مصلحه القادسيه طالما الاتحاد شاف الامر ما في مشكله ما في مشكله الله خير والله الله خير لكن لو في مشكله بيقول لك حق نادي القادسيه لا احب بضيف نقطه يعني بضيف نقطه يعني بضيف نقطه احنا دائما احنا نشيد دور الاتحاد وحتى اللجان اللي تعمل كلجنه المسابقات متعاونين وكل شيء الامانه الشمري اللي متعاون مع الجميع اللي بصراحه نشوف باب التعاون مفتوح مفتوح مع الجميع حق الجميع وبالإضافة إلى بعض الأصوات اللي تقول تخبطات اتحاد ليش اليوم ما ننظر منظور شغلة إيجابية اليوم صح. تعاون مدام دز الكتاب القادسية في البداية أنا يأجل ورد اليوم بيردها نفس الموعد اليوم تعاون كبير في مرونة في مرونة لازم ولا فيها تعاون وقبل كانوا يقولون إن القادسية مستقصد والقادسية أي قرار اتخذ فالأمر هذا أنا أقول لك أنا بس عشان الأمر هذا نوضحه للاتحاد والأخوان بالنهاية كل شخص يعمل بالنهاية تخطي تصيب لكن صح اليوم صح لا لا نحمل الاتحاد واللجان في أمور لا ما حد حمل لا ما حد بثامر بثامر خلينا نكون واقعيين في ناس قاعد تتهم الاتحاد الآن ان هذا اتحاد تخبط بيوسف اللي قاعد يسوي هذا قاعد اقول ثامر تأجيل المباراه وترد ترد عشان يكون باب انا اقول لك اليوم ترى اليوم وصلنا كتاب في نادي الجهره احنا طلبنا التأجيل يوم واحد مع مباراه النصر افترض كانت الثلاثه طلبنا التأجيل وافقوا بالعكس هذا هذا باب الكل يتخذه لكن اليوم لا الاصوات النشاز اللي تنتقد الاتحاد مخالد. في كل شارده ووارده في كل في كل امر اتخذوه الاتحاد صح. انا اعتقد ان يعني الاشخاص اللي موجودين في اللجان ناس تعمل مخالد. ومفترض علينا كانديه كمحبين للرياضه طيب. لاني قاعد نتحلطم على 24 مخالد. ساعه مخالد. كل شغله فيها تحلطم كل شغله فيها تخبط خالد احنا مو احرص من رئيس الاتحاد ولا نائب الرئيس ولا اعضاء الاتحاد
ولا اعضاء لجان يعني ولا اعضاء لجان من مصلحه الكره الكويتيه. صح. الامر هذا دام هم بشكل ودي لقوا ماكو مشكله, ما في مشكله, وافقوا هذا الامر. بالعكس هذا اصلا شيء ايجابي لهم. ويوسف يقول ليش هني السؤال هذا ما توجه حق نادي القادسيه, توجه حق الاتحاد, ليش وافقتوا؟ بيجاوبونك بيقولوا لك لان كذا كذا كذا. فما في مشكله, ما في تعارض, بالعكس انا اتعاون مع الانديه. طب خالد شفت الحين اللي قال لك يمكن ابو ثامر قال لك ان الجهره تجلوا مباراه يوم واحد. هذا نوع التعاون يعني حق الانديه. الاتحاد شاف انه ما عنده مشكله بالتاجيل. انا اتوقع يعني انا نظريتي انه شاف ما في مشكله انه بيأجل لعبه القادسيه وفي حيل يوم القادسيه قالوا انه بنلعب. هما ما عندهم مشكله, هي المباراه موجوده في نفس التاريخ, موجوده بالجدول يعني موجوده بالجدول. يوم القادسيه قالوا بنأجل, ردوا نفس الوقت, شنو المشكله؟ هذا نعتبره من نوع التعاون. وانا ارد واقول ما فهمت سؤالي, ليش ردوا؟ قادسية طلب مره ثانيه عوده المباراه. ليش رد؟ انا اقول انا باكر يا نادي خيطان اجل المباراه واشوف لاعب متعور رد. اقول لا ما في مشكله, ما في مشكله, شيء ما راح يخلص الدوري, شيء ما راح يضر لجنه المسابقات, ما راح يضر الامر. صدقني صدقني لو نادي الكويت مسوي السالفه هذه لصارت. لا 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 انت بالنيات ويوسف احنا يقولون اتحاد واتحاد مع نادي الكويت. لا احنا مشكله بس نادي القادسيه التعاون يا نادي الاتحاد. لا 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 شوف اللي كان يقول, اسمعني, اللي كان يقول مو محتاج, مو اللي كان يقول انت قاعد تعاون يا انت قاعد تشوف بالنيات. اجل المباراه ورداها. لا لا ابو يوسف, لا 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 انا كلمه القادسية اكبر بس من الامر هذا, واحنا مو محتاجين ان نلعب ونسوي كذي. هذه الحركات انا اقول لك ما كان الامر هذا, الامر هذا الاتحاد ضدنا, الامر هذا الاتحاد تعاون. الامر هذا ابو يوسف اسمع طال عمرك, الامر هذا لو بيصير على نادي خيطان اذا شافوا الاتحاد ما في مشكله حق نادي خيطان. انت تفتح باب, انت تفتح باب عندي, افتح باب بس مو غلط. انا عندي لاعب مهم متعاون فاجل المباراه. ابو يوسف انا لما افتح باب ما افتح باب بالغلط. هذا الباب موجود, المباراه موجوده بالجدول. هي شنو تبي الاتحاد عنده القادسية؟ لا احنا مسوي لكم. لا لكن القرار اللي اتخذوه مجلس الإدارة الاتحاد اليوم وصل كتاب تعميم الأندية في طاحة عقوبات الطرد والإنذارات. بالعكس يعني احنا كنا امس هني موجودين فقالوا احنا ما نبيها عرف وكذا. لكن انا اشكر اخواني اعضاء مجلس إدارة الاتحاد على رئاسة الاتحاد الشيخ احمد اليوسف على مثل هذا القرار اللي كنا نحتاجه اليوم. وقفات الاتحاد يا جماعة اليوم لما يقف الاتحاد بجانب اللاعب كلنا, ما دام القرار يشمل الجميع كلنا احنا نأيد هذا القرار. فانا احب اني اشكرهم واشكر بالاخص بعد الاخوان في لجنه المسابقات اللي رفعوا هذه التوصيه لمجلس اداره الاتحاد في اتخاذ هذا القرار. وبالعكس انا اعتقد ان الجميع قرار يشمل الجميع, جميع ما في, انا اعتقد الكل راضي على هذا الشيء. اكيد هذا انا بس بذكر يعني الاجتماع اللي دار طبعا بين رئيس لجنه الحكام اخونا العزيز صبيح حبل في الاتحاد ومع طبعا جميع الحكام, كان اجتماع مثمر وحثهم بشكل اكبر يعني ان الثقه موجوده بالحكم الكويتي المحلي, وانه هو راح ان شاء الله باذن الله يعني سيقف معهم بشكل كبير, وخاصه من يعني حفاظا على الانتقادات اللي قاعد يتعرضوا لها الحكام. يعني يبقى الاخطاء التحكيميه موجوده في كل الدوريات والمسابقات, يعني في يعني لما نتكلم دوري الاسباني ونتكلم دوري الانجليزي بوجود يعني دوري الاسباني بوجود الفار ايضا قاعد يصير في اخطاء كارثيه بالتحكيم, يعني شيء كبير. لكن احنا ما يخالف نقف ايضا مع لجنه المسابقات واخونا صبيح حبل, بالعكس جدد الثقه بالحكام المحليين واعطاهم ثقه اكبر وحثهم على العمل والتطوير بشكل اكبر. ايضا عندنا خبر حصري بشكل كبير, مباراه الكويت والقادسيه القادمه في الدوري راح تكون ان شاء الله يعني الاتحاد الكويتي خاطب الاتحاد الاوزبكي باستعانه بحكم لاداره هذه المباراه. حكم اوزبكي حكم الساحه راح يدير هذا اللقاء, لكن المعلومه هذه اللي وصلتنا بشكل حصري, لكن تفاصيلها راح نعرفها ان شاء الله في الحلقات القادمه باذن الله سنسلط الضوء بشكل كبير عليها. كل شكر يعني اخواننا في الاتحاد, وهذا التعاون اللي احنا نبحث عنه بين الانديه في مجال, ليش لا؟ صح. مدوا يدينكم وتعاونوا, لا تسمعون الأصوات النشاز اللي بالشارع الرياضي للأسف اللي تهاجم مجرد الهجوم فقط, ما لها شغل, ما تشوف الجانب الإيجابي. صح. دائما تشوف الجانب السلبي وتركز عليه, لكن ما يخالف يعني كل من يعمل أكيد بالتأكيد يخطئ. صح. وكل من يعمل في ناس من تنتقده وفي ناس من تمدحه, دامكم ماشيين بعدل ودامكم ماشيين في مسطره واحده لجميع الانديه بالعكس كملوا طريقكم والله يوفقكم ان شاء الله. والله خالد حتى لو واحد يخطي
وواحد يجي له انتقاد حلو يتقبله اكيد راح يعدل من خطأه. يعني احنا في دولة ديمقراطية. صحيح. يعني احنا اذا انا اخطيت اليوم مو يعني مو عيب اذا يجي مثامر وليني حمد يقول لي ترى انت اخطيت بهذا الخطأ، ترى شيء حلو يعني التعاون شيء حلو. احنا مشكلتنا نوخر هذه سالفة النيات، خلنا احنا كرياضيين تكون نيتنا على طول صافية مع بعض، لان احنا بالنهاية في ديرة واحدة. غير النيات، الناس اللي قاعد تطعن بالناس بذمم الناس ما يعني ما ادري شو الحسنات. يعني انا اشوف ان تطعن فرضا بذمم الناس بالله، واليوم يجيك الاتحاد يشيل منك الانذارات كل الانديه. انت اليوم بدال ما تشكر تقول والله ليش اجلوا مباراه القادسيه وردوا مباراه القادسيه ويابوا مباراه الجهره وردوا شنو المشكله؟ انت تعال شوف الشيء الافضل اللي قاعد يسوي لك اياه. انت ساعد هذا ما ساعد فرضا نادي الجهره ولا نادي السالميه ولا نادي القادسيه، 15 نادي مسطره واحده كلهم اللي استفادوا منها. انا اليوم التعاون شيء حلو، وبعدين احنا منين تعاون. انا بالنسبه لي يعني كنادي السالمي انا اتكلم عن نفسي، يا بقول اليوم القادسيه ولا الكويت يشاركون مشاركات خارجيه، احنا المفروض 13 نادي نتعاون مع الانديه. صحيح. القادسيه والكويت انه يوم يطلب التاجيل بدون ما يروح الاتحاد. لا والله كنادي ودي يبقى تعال الوقت اللي تبي المباراه مالتك، ترى هذا التعاون بالنهايه، ترى الرياضه فوز وخساره، انت بالنهايه فايز واحد وخسران واحد، وإذا متعادلين بيطلعون حبايب ويا بعض. فنتمنى ان تكون إن شاء افضل باذن الله، ان شاء الله يا رب ان شاء الله أفضل الايام الجايه تكون افضل وافضل ان شاء الله باذن الله. والله ما قاعد اتابع ما ادري، بس خلونا ناخذ هالفاصل ونرد نكمل معاكم. انت تمام حياكم الله من جديد مشاهدينا. نروح لمحور يعني يتعلق طبعا بالجماهير القدساويه ومتابعتهم لفريقهم نادي القادسيه، وخاصه بعد المشاركه وظهور الاول في بطوله كاس الاتحاد الاسيوي امام العهد اللبناني، والمستوى اللي ظهر فيه الفريق يعني ككل. الكل من القدساويه بدا يتكلمون بشكل واضح الان ان الفريق لم يعد القادسيه المعروف، حتى اللاعبين يعني اللي كانوا يثقون فيه بشكل كبير اللي يمتلكون خبرة كبيرة لم يكونوا بالصورة المطلوبة أو اللف المطلوب للاعبين. فأنا ببدي معك يعني حمد، يعني الآن صار التوجه كامل أن استبعاد إقالة المدرب مارين بالإضافة إلى استبعاد بعض أسماء الخبرة، ويعطيكم العافية. لا شوف الأمر هذا أبو يوسف بخصوص اللاعبين تحملون، بس مو مساله اني اوصل الى مرحله يعني انا اقول لك انا اقول لك نظر غت وانا قاعد اجاوب وانت تعرف وجهه نظرهم تحترم واكيد على العين والراس. المساله مو مساله تشيل فلان وحط فلان، ولا احنا من بدايه الموسم يعني كنا نتكلم بالامر هذا ان هذا مو القادسيه، العمليه مشتركه، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، كل حتى احنا مسؤولين بعد بالامر هذا بالصوره اللي ما ترضي الجميع اللي ظهر فيها نادي القادسيه. انت بوجهه نظرك يعني الان حان وقت استغناء لا 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 خدمات مارين؟ لا لا حان وقت استغناء يعني مارين؟ استغناء عن مارين من زمان يعني مو توه. لا الان في المعطيات اللي انت شفتها لك. خلاص الحين انا يعني الحين حتى لو يعني تعاقد مع مدرب ما راح يعني يملك العصا السحريه يمكن الا يمكن بس عندك بطوله. الامر الامر الامر, الأمر نفساني انا اشوف انه يعني يمكن محمد ابراهيم، طارق الخليفي، محمد المشعان، راح ارجع لك على الاسماء، ناصر الشطي ايضا لك. وميثم الشطي يعني هذول المدربين انا اشتغلت وشفت شغلهم الامانه كل ذكرتهم اشتغلت معاهم مع احترامي حق الباجين. انا محمد ابراهيم لكن طارق الخليفي ومحمد مشعان انا شفت شغلهم بس ما اشتغلت معاهم، لكن ناصر الشطي وميثم هذول بالنسبه لي انا وجهه نظري انه الامانه راح يكونوا النجوم في عالم التدريب متى ما توفرت لهم البيئه الصالحه لكن المساله ان نرجع بخصوص ان مارين ما اشوف انه يعني خلاص انا اقول ان احنا نرضى بالامر الواقع. مارين قاعد لكن المشكله الكبيره كلها يتحملها مارين من بدايه الموسم، مو هذا نادي القادسيه. بتقول لي مجلس اداره بقول لك لا، بتقول لي جهاز اداري بقول لك لا. مارين هو المسؤول الاول والاخير عن اللي يحصل بالملعب. يعني انت تشوف مجلس اداره نادي القادسيه الحالي الان اللي تم تزكيته حلو
ان ينتظرون نهايه الموسم حتى يبثون في قراء في فيما يتعلق ماري اللي موجودين الحين فيهم الخير والبركه وناس لا ونعم فيهم كلهم أدري أدري انا اتكلم بامر الفريق هم احرص منا بهالامر هذا هم شنو وجهه نظرهم بخصوص الموضوع هذا احنا ما ندري لكن انا اتكلم عن وجهه نظري كحمد العنزي اشوف ان ماري من بدايه الموسم كان يفترض انه ما يكمل مع نادي القادسيه مو هذا نادي القادسيه اللي احنا نطمح له ولا هذا نادي القادسيه اللي زين. اللي اللي أسألك اللي أسألك يعني. أسألك سؤال قبل اروح حق دامنا مو هذا القادسيه زين انا بسالك بعض الاسماء اللاعبين بدر مطوع هذا بدر مطوع صالح الشيخ هذا صالح الشيخ احمد الظفيري هذا احمد الظفيري عبد الله ماوي هذا عبد الله ماوي انت قاعد تجاوب على نفسك انا لا انا اسالك انت لا انا شوف 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 شفت السؤال هذا شفت المدرب يعني احيانا المدرب يعني حلو اسلوب لعبه حلو زين يتغير كشخصيه الفريق حلو. يعني نادي القادسيه يلعب كرات قصيره مثلثات يلعب على الاطراف يلعب سهل الممتنع عرفت هذا السيناريو بارضيه الملعب تغير باسلوب المدرب بخالف. اوكي هذا اسلوب مدرب لكن انا حكيك على مستوى اللاعبين بالضبط بخالف خليني اقول لك شغله انت لما يكون عندي انا بالمجموعه صالح مو زين هذا الامر يرجع على صالح عندي اثنين مو زينين هذا الامر رجع عليهم اثنين لكن عندي فريق كامل مو زين لا بد له زينين ولا الاساسيين ال11 زينين هذا المعضله وين المشكله وين المشكله بالمدرب ليش ما في مشكله اداريه لا ما في مشكله اداريه ما في الحمد لله ما عندنا مشاكل اداريه ولا 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 لا انت تعودت على سيستم انت تعودت على سيستم كل بطوله كان عندك ابو عبد العزيز حلو وشيخ طلال حلو رد لا لا هذا انت تعودت على سيستم معين قبل نادي القادسيه تعودت على المكافآت تعودت يدش عليك ابو عبد العزيز شاري منكم الدوري صح تعودت على امر تخيل الامر هذا بيوم ليله انقطع لا انقطع صح تخيل انقطع بيوم ليله شو يصير باللاعب لكن انت هني لا انت تبخص ابو يوسف لا تبخص في حق في لا ما بخص حق اللاعبين لا مو لاعبين لا اتكلمك على اللاعبين كاداريين في داعمين لا 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 وين داعمين ابو يوسف في داعمين نفس اللي قبل خلنا نتكلم نفس قبل لا خلنا نتكلم هم شوف كل واحد وطريقته لكن في داعمين في محمد البابطين في عبد الجليل في فهد البكر في فلوسها في محمد انا اعطيك اشخاص ما اخذوا فلوسها لا كلهم ماخذين فلوس لا كلهم ماخذين فلوس عندك حمد امان ما حمد عندك يوسف ناصر كلهم خذوا فلوس يوسف ناصر خذ مشكلته خذ فلوس صارت مشكله تاخير انا اكلمك لما يصير شغل احترافي بالضبط تعال تاريخ 23 خذ فلوسك 25 تاخذ فلوسك مو هذه المشكله مو هذه مشكلته حمد امان شو مشكلته مو هذه مشكله ليش ما اخذ فلوس حمد امان ما قاعد يتمرن لا مشكله انت ليش ما تحل مشكلته حمد امان احنا ايام الشيخ طلال فواز كان لها في المشاكل هذه ما كانت موجوده مو هذا دوك تغير كل شيء على تقارن لي لاعب بس لاعب غير حمد امام منو انا قاعد اقول لك في لاعبين غير حمد امام في لاعبين منو لاعبين يعني عطني لاعبين الحين تفضل عندك غير حمد منو عندك وايد لاعبين منو قول لي ما في الا حمد امام يا بعد قلبي هذا حمد امام الحين يوسف ناصر عندك يوسف ناصر خذ فلوسه وسافر ولعب مع الفريق يعني انا مشكله يعني مشكله اللي احنا يمكن قاعد يتكلمون عنها الاخوان ان مشكله الفلوس انا ما اتوقع ان هي مشكله الفلوس لا القادسيه مو مشكله يعني انا اتكلم اي لاعب يعني انت تشوفه لا انا اشوف تشوف القادسيه الان شوف القادسيه ما قاعد يظهر هبوط المستوى في القادسيه يتعلق باسلوب المدرب شوف سياسه مع الفريق انا بقول لك شغله واحده ام هبوط اللاعبين نفسهم شوف انا اتوقع يعني توقعاتي هبوط اللاعب نفسه انا بقول لك شيء واحد هو الاهم اي مدرب اليوم يبيك في اي نادي معين لا خطه معينه يلعب عليها اذا اللاعب تاقلم مع الخطه نفسها راح تشوف اللاعب راح يلعب انت اليوم المدرب يجيك يلعب 4 4 2 في مدرب يلعب وياك 4 3 3 اذا هو المدرب يمكن اذا ما وظف هني يخطي المدرب بس أنا لما أكون أدش داخل الملعب واختار يمكن أفضل تشكيلة عندي في نادي القادسية ولا أي نادي كمدرب يمي يختار 11 لاعب اللاعب وهو ما قاعد يأدي هني أنا ما أتوقع هي مشكلة مدرب هي مشكلة اللاعب وهو نزل مستوى فهني سبب تدري اللاعب شنو مشكلته طيب وين دور مدرب أنا بدرب بعد قلبي صح. أنت لما تقول لي على اللاعب أنا أقدر أعالج المشكلة لما تتكلم عن فريق بس هذه المشكلة وين معقول الفريق كامل كلامك عدل مو زين القادسية القادسية هم كلاعبين وانت لاعب القادسية حمد انتم تشوفون نفسكم المدرب مو زين وياكم انتم بلحظة تقدرون تشيلونه شيله مرة مرتين بس مو طول الموسم بس انا هذا اللي قاعد اقول لك اذا اللاعبين اذا اللاعبين سياسة خاطئة هذه شيله اللاعب يشيل المدرب شيله مرة مرتين خلاص اذا انا مو مرتاح انا بلغي الغي المدير الغي مدير الكرة الغي الادارة الغي النادي والغي هذا واقعد يا اللاعبين تعال احنا نحط مدرب عندي مدرب هذا اذا تم هذا الامر ضعف ادارة من جديد انا بتكلم عن مباراة القادسية والعهد
بدأ مارين سيد مارين بدأ بداية يعني تشكيلة مثالية، وكنا عولنا أن الفريق هذا اللي استقر عليه في تشكيلته مع كاظمة اللي هو محاور أسراء ويا سلطان، بالإضافة إلى ماوي أحمد الضفيري وبدر بدر مطوع ويوسف ناصر، شفنا النزعة الهجومية بالبداية. تشكيلة الفريق تشكيلة مثالية بدأ فيها مارين، لكن لاعبين القادسية محبطين، محبطين ترى مو بهالمباراة، محبطين في 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 أمور مرت عليهم في هذا الموسم، ابتعادهم عن الدوري، منافسة الدوري، عدم حصولهم على كأس ولي العهد، صح، خروجهم من البطولة العربية. يا جماعة بالنهاية هذا القادسية، يعني لاعبين القادسية متعودين إن يصعدون يصعدون منصة ويتوجون في بطولة، هم مو عذر بثامر، لا لا هذا أنا قاعد أقول لك ليش ليش التيم هذا اللي مساعد سيد مارين، سيد مارين يملك فكر، وهذا من من سببه هذا خروجنا من الدوري وخروجنا من كأس ولي العهد. أنا قاعد أقول لك دور هذا مثلث بوبو صح، دور مدرب إداري، المدرب اللاعب، مجموعة التيم عندي محبط. أنا ما أتكلم على المستوى، أفضل لاعبي القادسية فنيا زين موجودين في التشكيلة، لكن لاعب القادسية محبط، بثام بثام ابتعادة عن منصات التتويج، ابتعادة عن منافسة الدوري، كاس ولي أحبط المسؤول اليوم. أنا بقول هذا هذا جاء كله على رأس مارين. زين أوكي، دام هو سبب هذا يا أبو ثامر، هو اللي سوى كل شيء. لا حمد حمد، دام مارين شاف إن الرغبة مفقودة عند اللاعبين والإحباط موجود عند اللاعبين، طيب يا أخي في اجتماعات دورية بينه صح وبين صح الجهاز الإداري. صح أنا أعتقد هذا إن الآن موجود. دور هذا الآن دور على الدوافع. ما في مارين 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 كلهم على مستوى عالي كجهاز إداري. أنا أعتقد إن أنا متوقع نواف المطيري بكل مباراة، أنا أعتقد إنه يقعد مع المدرب، مع أصطاف الجهاز الإداري، يقعد مع الأصطاف المدرب ما يقعد بالضبط، ممكن إنه يقعد مع المدرب، لكن أنا يا جماعة اليوم لا نروح المارين. مارين مارين في بداية الموسم من أفضل، شفنا القادسية في بداياتها، قلنا القادسية شنو بداية شوط واحد أو في أي بطولة شوط واحد، والدليل شوط واحد وين شوط واحد لعبنا إحنا المباراة الزمالك، مباراة الزمالك بعدين وين الزمالك بعد حتى خروجك من البطولة، يمكن أنا صالح خروج مشرف احنا ما يشرف حتى لو خروج مشرف هذه ما تنقال حق القادسية يا احنا ما نخرج خروج مشرف من البطولة. اجمالي اجمالي اليوم اليوم اللاعب القدساوي واللاعب اللي داخل الملعب ما مو هذا المستوى، مو هذا اللاعب فعلا من المسؤول مبين عليه، من المسؤول والدليل ارجع لسلطان العنزي، من المسؤول مع مباراه القادسيه والتضامن، ارجع لسلطان العنزي صح من بدت المباراه وهو متنرفز صح يشد اللاعبين من غير كره ويمكن تحاشى الحكم وكان ممكن انه ينطرد وتهور صح، شفنا واضح التوتر صح ولا شوف شوف شوف, شوف بالطريقه انا بقول لك شوف عبد الله ماوي لاعبين القادسيه متنرفزين في اي في اي مباراه، وهذا ينعكس على ان من داخلهم محبطين، ابتعدوا عن منافسة الدوري كأس ولي العهد، بالإضافة للخروج من البطولة العربية. أنا أعتقد صح يعني هم متعودين إن يحصدون هذه البطولة، القادسية كل بطولة ينافس عليها القادسية، كان يحتاج القادسية كان يحتاج أمر نفسي. وين الأمر نفسي؟ يمكن تغيير المدرب، ترى مو شرط يعني أنا لما أغيرك مو شرط انت مو زين يا مارين ولا انت مو ما توفق انت سيء عادي، انا اليوم مثلا اخذوني النادي الفلاني ما توفقت معاهم خلاص توكل على الله حمد. انت يا مارين لو صايره هذه تبديل شيلته يعني حاطين مكان مدرب او شيء ترى الامر نفسي يمكن يغير للافضل يعني. انا 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 يعني اذا اذا صارت الاسهم كلها الاتهام موجهه للجهاز الفني وسيد مارين يتحمل، انا انا اتكلم عن نفسي يعني اوكي خل نروح مع توجهك انت. طيب انت برايك يعني منو الامثل من الاسماء اللي انت ذكرتها؟ قلت طارق، قياده نادي القادسيه، اداره نادي القادسيه، كلهم اللي ذكرتهم هذول كلهم فيهم الخير والبركه، العكس يعني محمد ابراهيم، محمد ابراهيم يعني من الناس اللي بعد يعني انا شاتي فيه مجروحه، طارق الخليفي، محمد المشعان، ناصر وميثم الشطي، في مدربين كثار، ثامر عناد. القادسيه محتاج تجديد مدرب ام تجديد دماء؟ لا محتاج صراحه محتاج تجديد، خلينا نكون واقعيين، ما في تجديد ما موجودين، كلهم الصغار موجودين، منو منو كلهم موجودين. لا انا قصدي بالتشكيل الاساسي، ماوي انا اقصد بالتشكيل الاساسي. لا لا تقول لي تشكيل اساسي يعني انا لما الحين اخذ الصغار لازم العبهم اساسيين صح، مو مقياس هذا لازم تحتاج الخبره الصغار، ما في مشكله هيئهم بس ما اخذهم اقطهم لعبوا اساسيين ويلا وخلاص الامر هذا. وبعدين انت منو تتكلم عن الكبار بالفريق؟ انا عن بدر مطوع، عن صالح الشيخ مساعدني، هاي خلهم هذول ما قاعد انا بس بدر مطوع، بدر مطوع، عامر معتوك، خالد القحطاني بعد زين بعد منو بعد ضاري سعيد ما قاعد يلعب ضاري سعيد ايه؟
سلطان العنزي حاجز ما حاجز مكان مو حاجز مكان حاجز مكان شو اسمه لا 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 حاجز مو حاجز مكان يعني انا بسالك سؤال هذول ثلاث لاعبين يا ابو خالد ثلاث لا لا انت اللي بتحط لي القائمه الفريق الاول انا عندي بدر انت اللي بتحط القائمه الفريق الاول كم واحد انا عندي كم اسم لا 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 11 لاعب لحظه 11 لاعب دكة احتياط 10 10 10 زين لما تشيل العشرة هذول تخلي الناس الكبار اللي انت تقول عنهم كبار زين وقعدتهم مكان الاول انك تقعد يوسف الرشيدي ايه؟ تقعد على ماوي زين اسمه مروي موجودين زين لا لا مو موجود موجودين يا بعد انا شوف. اقصد انا أقصد. انت تتكلم عن بدر مطوع انا الحين اي مدرب اي واحد لو اخذ اي واحد من الشارع اقول له بدر مطوع يقول لي بدر مطوع بعدين احط اللاعبين حلو الكلام ايه؟ باري سعيد متعور تو راد من اصابه لعب يعني انت تعتزل الحين القادسيه كلها بدر مطوع انا اقول لا ما اعتزل بس هذا النجم الاول للكويت هذا النجم ابو خالد هذا النجم يتقال على اللاعبين الحين كله على بدر مطوع ابو خالد لا مو الكلام الكلام اللي قاعد يقال انا معك الكلام اللي قاعد يقال انا معك ترى لا لا انا معك انا بقول شغله الكلام اللي قاعد يقال مثلا نادي الكويت الحين يقول جمعه سعيد بدون جمعه سعيد نادي الكويت ما عنده شيء طيب الكلام الحين انتم قاعد تاكدون القادسيه بدون بدر مطوع ما لا لا احنا ما نتكلم وبعدين ابو خالد بقول لك شغله بقول لك بدر مطوع 3-0 والله نقدر نكمل 3-0 شوف مبروك علي الجرو مبروك خالد بقول لك شغله عن بدر مطوع يعني بدر مطوع لاعب كبير اعتبره يمكن حمد ما قال انه والله انه اذا اي مدرب الحين اي مدرب يميك بيختار فرضا كبدر مطوع بالتشكيله الاساسيه كقائد للفريق كقائد للفريق انت تفصل بس بدر ما يعطيك 90 انا بشوف ظروف عمله بحالته الان البدنيه بدر يعطيني 5 دقائق بخالد. 5 دقائق خلي يعطيني انت كل فريق احنا شنو مشكله شنو يعطيك شوط خالد شنو خالد يعطيني 5 دقائق بدر ترى خالد شنو مشكله الانديه 5 دقائق من بدر فهمتني خالد يعني كواحد عندك ورقه رابحه خبره تقدر يستعلك الفريق خلال شوف في في لاعب تشوفه يقدر يقعد بدر في لاعب شوف خليني اقول لك شيء يعني بدر مطوع انا اعتبره لاعب قيادي داخل الملعب كل فريق بال15 نادي لازم يكون عندك قيادي انا اعطيك مثال تروح نادي الكويت حسين حاكم قائد النجم الاول يعني النجم الاول وقائد ترى يعني قائد بالطراز الاول طيب عندك بدر مطوع انا اعتبره من الطراز الاول بالفريق بتقول لي والله بدر مطوع يعطيك 5 دقائق يفوزك وتبدله لا بدر مطوع دخوله بالتشكيله يعطي شكل شوف خليني اقول لك شيء يعطي شكل بالفريق بدر بتقول لي بدر عطني واحد يقول لك بدر مطوع خليه يوخر القياده شيء القياده شيء ايه؟ شوف واللعب شيء شوف انا ما عطني لاعب يقدر يبدل بدر يشيل بدر مطوع من اللاعبين الصغار فهم نقطتي مخالف الان كل فريق كل فريق خلينا نكون واقعي كل فريق مو يبحث عن لاعب يصنع الفارق لا لا صح عدل ولا لا عدل يعني دور قيادي دور اسلوب تلعب انا مو مهم عندي حلو. اسلوب المدرب زين طيب احنا ما نبي يلعب انا ما يهمني هذا زين اوكي انا يهمني اني اطلع فايز عندي لاعب يصنع لي الفارق زين انا وياك انا وياك انا وياك انا وياك الحين كل اللي قلت انا وياك شلنا القائد عطني واحد يقدر من اللاعبين اللي تقول عنهم الصغار او النجوم الصغار والنعم فيهم كل ابوهم يقدر يلعب مكان بدر مطوع يا جماعة لا لا ما يصير شو اللاعبين القادسية بس عشان بدر مطوع لا نفس قاعد نفس قاعد يصير هم شو اللاعبين نادي الكويت عشان بدر لا عشان جمعة سعيد ليه والحين هم شو اللاعبين القادسية عشان بدر مطوع ما يصير يا انت ما تقدر تقول شيل بدر يجيب لي واحد نفس بدر ما تقدر تصنع لاعب يوم بسنة ما تقدر تصنعه بس احنا لا لا يبيك لا يبيك سنه سنتين عقب ما يعني واحد. سنه سنتين قاعد بدر مطوع لا قاعد بدر جهز واحد بدل بدر ترى في لاعب انت بدر لعبه وجهز اللي وراه ترى شوف كل لاعب شوف خليني اقول لك شيء كل لاعب انت شلون لعبت انت شلون لعبت الفريق الاول تجهيز قاعد احتياط اول سنه ايه بعدين قاعد جهز كان قدامي لاعب ويوسف انا قاعد اقول منو قاعد يجهز مكان انا بختصر الكلام هذا بوجهه نظرك تأيد اخوي حمد ان مشكله القادسيه مدرب لا أنا ما أقول مدرب ما تقول مدرب لا ما أقول مدرب ثامر أنا شاهدتي في مجروح ماري من أفضل ما حد دمرنا إلا أنت صحيح. أنا والله أي أنا ما أتكلم على القادسية أي فريق يقل مستواه يتحملونه ثلاث أشياء اللي هو اللاعبين الإدارة المدربين كاملة لا نقط على اللوم على بس شخص واحد اللي يبي يعني اللي يبي فريق يصنع فريق لازم كل الفرق تكون
ايد واحده او الفريق يكون ايد واحده اللي هي الاساس. جزئيه الحين فريق ذاك اليوم فريق العهد اللبناني مطرود منه لاعب صح؟ بالعقل يعني انا مطرود من الفريق اللي ضدي لاعب وانا محتاج الفوز شنو اسوي تبديل؟ سكر دفاع. لا 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 انا شنو ابدل؟ ابي افوز شنو ابدل؟ هجوم انزل هجوم صح؟ وهو طلع نص متقدم ونزل بس ترى مو شرط انك تنزل راس حربه زياده يعني ممكن لا انزل نص متاخر عشان لا 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 انت عندك لاعبين عندك سيف الحشام موجود اي ليش ما نزل؟ انا قاعد اقول لك عندك حلول بالنسبه ليش ما نزل سيف؟ تسوي زياده العدد يعني رضا اخر مباراه لاعبها قبل ثلاث اشهر قبل ثلاث اشهر لاعب رضا اخر مباراه لعبها قبل ثلاث اشهر يمكن جاهز يعني لعب. قاعد يسوي شغلات غير منطقيه وتقولوا لي شو اسمه تقولوا لي لا في فلان يتحمل انا عندي رساله بس ما اوصلها اللي هي لان قاعد نعيش احنا احداث في نادي خيطان رساله مده دقيقه ما راح اطوع دقيقه ابغى اوصل رساله الدكتور طلعت الحين طلعت برا الموضوع كله لا نحسب الدقيقه خلاص قاعد يصير فينا احنا لان انت تكلمت وتكلمت قاعد اتابع قاعد تكلمت على التسجيل ما التسجيل بوصل رساله الدكتور حمود الفليطح وصقر الملة بوصل اللي قاعد يصير في نادي خيطان واسمعوا اللي قاعد يصير يعني انا اخوي بيدفع اشتراكه 10 دنانير صار له اسبوع مو قادر يدفع السبب كل ما اروح لهم طابعه خربانه ست معلق زين انا عندي تسجيل يوم السبت بسجل ربعي زين اذا هذا الشخص اخوي احمد بيدفع اشتراكه قاعد اسبوع زين سجل الناس شكوة الناس ال 50 بسجل ما هو 60 ما سجل شكوته ها ما سجل شكوته الحين يبي يروح المفروض زين يعني انا قصدي دام انه يشوف في تعسف ليش التعسف هذا انت مو تشوف في تعسف ايه؟ انت بوجهه نظرك ان ايه؟ هذا تعسف ها تعسف وانت قاعد تشوف تعسف متعمد ايه؟ ليش ما سجل شكوى انا قاعد اقول لك ليش ما سجل نفس ما العرب يجي له يجي له رجال كبير يقول لك الطابعه خربان تعال باكر يروح لباكر يقول والله السيستم خربان طيب تعال عقب باكر للحين ما خلصنا السيستم انت ما يصير يقول حق الرجال يمكن ما يبي يشتكي ولا يخسر الناس هذا يعني ربعه واخوانه ويوم يعني ما يصير يسجل يدوي الحين لا بيسجل الحين بس انا قاعد اقول لك ليش التعسف هذا احنا وين وصلنا؟ احنا قبل شوي نتكلم عن الاحتراف ما الاحتراف يعني معقوله نادي كبير ما عنده طابعه واحده طيب يعني طابعه بس طابعه واحده بس بالنادي ترى على فكره ترى في لجان يعني حطوه يعني لا يعني شوف اللجان موجوده مو من الهيئه يعني انا بس النادي انا سالت دشيت ابو يوسف قلت اللجان انت راضي على الامر هذا لا 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 انا بقول لك راضي انا ماني راضي انا ماني راضي بس انا بقول لك شيء واحد غسل الحي والميت خليني اقول كلامك صح خليني اقول بس قاعد اقول لك انا قاعد اقول لك انا ما في اصوات من الجمعيه العموميه في خيطان طلعت وقالت يبا في تعسف مجلس اللجان ليش لان احنا ضد القائمه هذه لا بعد فهمني انا قاعد اقول ضد انا قاعد اقول لك انا فهمني قاعد اقول لك انا قاعد اقول لك الحين اعضاء الجمعيه العموميه تبي اصور لك مو تصور لي عشان انت عشان تشوف لا الاعضاء الجمعيه العموميه موجودين كلهم ربعهم الحين هذا الحين انا قاعد اكلمك على تسجيل جديد طيب ما اكلمك على الاعضاء انا اقول لك تسجيل جديد بنسجل حق انتخابات الجايه انا قاعد اقول لك اخوي قعد الاسبوع يبي يدفع اشتراكه 10 دنانير مو قادر هو قاعد يقول لك ابو خالد يمكن احنا سمعنا الشكوى هذه ظهرت اكثر اعلاميا في نادي العربي نادي العربي فيمكن انت اليوم اول يوم تتكلم في نادي يعني نادي انا قاعد اقول لك نادي العربي يمكن في ناس توصل رساله توصل الامور هذه انا قاعد اكلمك انا ما وصلت الرساله الا قعدت صبرت وانطر قلت يمكن لا ما طابعه خربانه بيوسف سيستم خربان يوسف كم عدد الجمعيه العموميه عندكم 2500 ايه؟ لما يشتكون 3 4 او 10 انا انت ما فهمت ما عرفت شلون صح ولا غلطان لا لا يعني ما فهمت للحين ما فهمت انت انا قاعد اقول لك التسجيل اللي راح يصير التسجيل الجديد عندهم كاداره خيطان هذا التسجيل شكوى هذا التسجيل الجديد زين متى انا بروح اشتكي هذا هو زين بشتكي على التسجيل الجديد حال الناس اللي قاعد تشتكي ابي اشتكي على 1000 انا بسجل 3 سنين 1000 طيب خلي ال1000 هذول كل ما يتسجل راح اشتكي محكمه وهذا احنا ما عندنا شغل في النادي يعني اصبح باكر احتكار للانديه انا قاعد يصير عمري 60 انزل ولدي صار عمري 70 انزل انا اتمنى مجلس اداره لا بعطيك كلمه انا لا في شغله صارت لازم تعرفها واحد مجلس اداره والله يا ابو خالد ايش قال؟ قال روح الهيئه هيا معنا يلا هيا معنا؟ قال هيا كلام غير صحيح هذا انا قاعد اقول كلام سبع اذني تبي تصدق كلام انا انت مصدق لكن هو كلامه غير صحيح اي انا ايش اقول لك؟ سجل شكوى قال هذا المغفر موجود ليش ربعنا ما اشتكوا من قبل حمد انت مسجلين 2014 طيب
2018 خذ واحد بس قضيتهم القضيه نفس اللي صارت اغلب الانديه يعني انا اقعد اشوف بيوسف الامانه الدكتور الدكتور صقر لا لا انا اقعد ابواب الهيئه مفتوحه ادلى والله الامانه لا دكتور صقر مو الامانه مو مقصر لا لا دكتور صقر مو ايش قال لي قال حياك المكتب بس مفتوح بس قال صقر بس الكلام هذا اللي قاعد تقوله بس انا قلت شغله انا بسجل عضو جري 200 دينار ابى ادفع له على 120000 ولا 40000 بتضيع 40000 من جيبي انت الحين انا بسالك سؤال هذا السؤال السؤال انت هذا اذا عندك فارد. اذا عندك انت مشكله وشفت واجهت تعسف حالك حالي يا اخي حتى العرباوي راحوا توجهوا الهيئه وخاطبوا الهيئه وكلموهم والهيئه الاخوان اخوي دكتور صقر الملا نفسه حضر التسجيل واخونا العزيز حمودي بليطح دكتور حمودي بليطح مو مقصر بيبان بالعكس دقيتها صقر تعال والله اطلب وبروح لنا عندك مشكله روح سيب اسجلها اسجلها بالمغفر ومر الهيئه وسجل شيء بس انا كنت مو معقوله نادي يقول كان طابه خربانه هذا التصرف التصرف اللي موجود يعني هذا الهيئه الحين فتحت لك الباب يقول لك اذا شفت في تعسف تعال يبا سجل قضيه وتعال عندنا يعني مو سبب الهيئه اذا النادي نفسه سوى هالشغله الحين الحين بحضر ربعي وكل واحد بسجل القضيه بيسجون بيمشون يعني لمت الحاله هذه زين معود يعني احنا قلنا قبل تعبير شخصي تعبير شخصي شيخ طلال الله يرده بالسلامه وقلنا قبل كان 62 دينار وهم يعسفونه الحين وصلت 200 دينار ليش توصلها 200 شنو هي موت لك خيطان 200 200 ليش 200 طيب عندك تراوح يعني هذا هذا سؤال هذا روح رياضيات انت ما عندك جمعيه عموميه نص ما تفهم الكره ها كلها ما تفهم الكره صح تبي تصدق خالد تي ليش لا انا لا ابو خالد انا اقول كلام انا حاضر اشوف قدامي معقوله لا 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 تكلم يعني انت وصلت رسالة لا لا قول لي ليش ما يفوز تعال وين حضورهم النادي لا لا وين حضورهم الجمهور وين حضورهم انا مشجع نادي كنت انت وصلت رسالتك خلاص يعني ما يحتاج ان هذا يلعب هذا ويلعب سله وهذا انت انت بس سؤال واحد وخلاص سؤال واحد انا نادي في انجازات اوكي احضر جمهورهم يا شباب اعطوني فاصل يعني شيء حلو ان البرنامج اعطاك الفرصه حياكم الله من جديد مشاهدينا نروح لموقع كورة طبعا هذا موقع معروف رياضيا في الوطن العربي ودائما تداول أخبار كثيرة يعني من بين الأخبار اللي اليوم شوي عمل شوي إزعاج يعني وخاصة يمكن فهم بالشكل الخاطئ لكن أنا بروح لأخوي حمد العنزي بما يتعلق للسيد حسن أبو الحسن عضو مجلس الإدارة وأمين السر السابق على ما يطلع التشكيل الحالي لمجلس إدارة نادي القادسية قال في موقع كورة أن موضوع الجماهير القادساوية اللي مو عاجبها مارين وتطالب بإقالة يقول لهم الجماهير آخر من ناخذ برأيهم والجماهير مكانها في المدرجات يمكن الناس يعني القادساوية فهموا صيغة هالكلام بأمر آخر لكن إيش حق نروح بعيد القادساوي موجود والله شوف أنا قريت أخوي أبو خالد قريت الأمانة المانشيت هذا وقريت تصريح أخوي حسن أبو الحسن أنا الأمانة ما أتفق معه بهالكلام هذا يمكن بس هو يعني حتى لو الجمهور عنده رأي أو عنده 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 أمر أو في انتقاد أو في هذا بالعكس إحنا اللي سوانا الجمهور أصلاً أنا لو مو الجمهور ما قعدت معاكم هني ولا لو مو الجمهور ما حد ما حد يعرفني حسن أبو الحسن نادي القادسية كله من أيام الشهيد والمشاري والناس الرعي الأول اللي بنوا نادي القادسية وعبد المحسن الفارس العم عبد المحسن الفارس الله يطول عمره والعم عبد العزيز المخلد والناس هذه اللي بسكت نادي القادسية لو مو الجمهور أصلا ما حد يعرفها صح عرفت لو مو الجمهور ما حد يعرفها يعني لما ناخذ الكلمة هذه خليني أقول لك إن دور الجمهور مكانه في المدرجات هو هو أنا أقول لك هو مو قصده إنه يعادي الجمهور مو قصده ان يعادل بعض القادساوية فهموها ترى كذا لا انا اقول لك خلينا نتكلم هو مو قصده يعادل الجمهور يمكن خان التعبير لكن الامر هذا اذا يقصد هو يعادل الجمهور لا هذا امر خطأ لكن يمكن هو خان التعبير بهالامر هذا منو انا اشوف منو كل واحد في احد منو يعني ينكر دور جمهور نادي القادسية نادي القادسية بيوم من الايام صح دفعوا فلوس من جيبهم حق نادي القادسية
صحيح. دفعوا الفلوس من جيبهم حق نادي القادسيه. صحيح. فالجمهور هذا احنا ما نساوم عليه ولا ندغدغ مشاعره ولا نتكلم، الامر هذا خط يعني جمهور نادي القادسيه خط احمر يعني، حتى لو عندهم راي عندهم كلام، بالعكس احنا نحترم كلامكم ونحترم رايكم ونقعد ونتناقش. سمعنا كذي سمعنا كذي، الامر هذا في فايده حق نادي القادسيه، حتى لو قايله واحد عمره 5 سنين يفيد نادي القادسيه اخذ بالامر هذا. الامر الثاني ما 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 فايد نادي القادسيه ما اخذه، لكن ان نلقي ونتجاهل دور الجمهور لا ما حد يقدر يلقي من اكبر لا واحد من من صار انا عندي عندي انا اول شيء يعني انا قريت التصريح خالد طيب وكل من كل من ظن ان ابو الحسن انه قاعد يسيل الجمهور القدساوي، انا اقول الجمهور القدساوي محشوم، لان اللي كمل التصريح انه يقول احنا ما يعني ما نسمع للجمهور او ضغوط الجمهور في في اتخاذ قرار معين. بالنهايه وانا اتفق معه يعني، بالنهايه ترى السيد قراراته مجلس الاداره بالضبط، ومنو والخطه اللي يعملها ومنو خلاك تصرح انت الجمهور يعني هو بالضبط. حسن انا اشوف على ابو الحسن احنا دائما ما يصرح في في يعني دائما تصاريحه مثيره للجدل صراحه، لكن انا استبعد كل البعد ان انه قاعد يسيل للجمهور بس ما كان قصده. لا لا يعني وانا اعتقد انه حسن ان القرار بالنهايه يرجع لمجلس الاداره واداره القدم، هذا 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 اللي انا فهمته. حسن بالحسن حسن لكن بالحسن. بالعكس جمهور القادسيه ما حد ينكر دور جمهور حسن بالحسن ابو خالد حسن بالحسن حسن بالحسن لا دور كبير بالنادي وقدم ودفع حق نادي ومسك فريق السباحة وأنجز مع فريق السباحة. طيب. مو معقولة يعني هو يقصد الأمر. لا ما أعتقد. الناس ما أعتقد لا تأخذ يعني تأخذ شيء وتخلي شيء يعني. هو مو يعني مو بهذا الجرأة إنه يقصد جمهور نادي القادسية. يمكن إنه 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 بالنهاية نسمع كلام الجمهور، لكن القرار القرار بالنهاية بيد مجلس الإدارة اللي الجمهور حطه بهال المفروض نايف يقول تصريح هذا القرار مو بيد الجمهور، القرار في مجلس الإدارة واحنا نسمع كلام الجمهور. يوسف هو شاف الماي سيت يمكن ما كمل أول. هل فعلا الحين خل القادسية الحين على صوب، هل فعلا الجمهور مكانه فقط مدرجات؟ لا لا الجمهور أقول لك بقلب كل لاعب لازم تعرف هذا الشيء. الجمهور ليش احنا اليوم يوم نتكلم عن الجمهور رقم 12؟ انا ترى هو رقم 12 مو علشان هو رقم 12، يمكن يكون رقم واحد وتشكل بعدها 11 لاعب داخل الملعب. من يصنع اللاعب غير الجمهور؟ الجمهور بس عشان يعني اذا صفق لك يعني هذا بس يعني هذا دور الجمهور انه يصفق يعني او بس يقعد على المدرج ويحضر وهذا. الجمهور لازم ينتقدك ولازم يعلمك الصح والغلط حتى باللعب حتى بأمورك الخارجية. أنت شلون تحترم نفسك في يوم تطلع برا الكويت ما عندك جمهور يتابعك؟ صح. يعني إذا أنت لا أنت مو مشهور ما تحسب حساب. أنت لاعب يوم تكون مشهور ما تحسب حسابك في أي مكان تدشه، تحسب المكان نفسه. الجمهور دور أساسي للاعب، ولولا الجمهور ما صنعت لاعب. صحيح. ولا راح تصنع لاعب، لان الجمهور هو اللي يعرفك. الجمهور يوم من الايام انت اللي تشوفه هذا الجمهور واللي يشجعك، يوم من الايام انت تدش وزاره تلقى واحد من الجمهور هو اللي يعرفك وهو اللي يقوم بمعاملتك. صح. لو هذا انت مو مشهور ومو معروف ولا واحد يمر عليك توقف دور بين 50 واحد. طيب. الجمهور يعتبر رقم واحد حق كل لاعب. طيب. وكل نادي. طيب انا يعني ابو نايف لما اشوف جمهور القادسيه بعض الجمهور القادسيه لما يعني ما يعجبهم هذا التصريح في 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 نقاط معينه يا اخي معاهم حق. بالضبط. يقول لك يا اخي مجلس الاداره انت فتحت لي الباب وانا كجمهور ساهمت. صح. دفعت من جيبي الخاص. صح. صح. ودفعت. صح. معاك احنا تكلمنا ابو خالد. لا انا اقصد هالجزئيه. صح. هالجزئيه. صح. دام انت مجلس اداره. صح. فتحت للجمهور حتى لو مو فاتح. لا 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 أنا أقصد لما تكون في قرارات معينة. صح. الدعم المالي، قرارات الإدارية. صح. هذه يتحملها مجلس الإدارة. صح. عرفت. صح. زيد. صح. الجمهور ما يتدخل في قراراته، ما يأثر في قرارات مجلس. صح. الإدارة. لكن أنت فتحت الباب. صح. الجمهور دش حس إنه واحد من هالكيان. صح. واحد من المؤثرين اللي 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 يدفع ويساعد النادي. مخالد. طيب تجي الحين يسمع مثل هالهيدلاين هذا والتصريح. جمهور القادسية ضرب أروع الأمثلة بالوفاء والإخلاص لهذا الكيان. هذا اللي سواه شيء مشرف. صح. هذا ما حد يختلف عليه. هذا ما حد يختلف عليه. بالإضافة حتى لو مو حاصل الأمر هذا
الجمهور لا كلمة ولا رأي. لو مو صاير الأمر هذا أنا جيت صوت لك بالجمعية العمومية وعطيتك صوتي وحطيتك بهالمكان، سواء كنت رئيس نادي سواء كنت نائب رئيس عضو مجلس إدارة، أنا الجمهور اللي حطيتك بهالمكان. أنا ما جيت النادي واستحليته بسيف صح. لا، أنا عن طريق الانتخابات والجمعية العمومية اللي هي جماهير نادي الغاتسية. صحيح. فأنت الأمر هذا لما تقول لي الجمهور فتح شو اسمه، حتى لو مفاتح باب، أنا أسمع من الجمهور. صح. أنا أسمع من الجمهور. أنا مرات أضيع كرة، أنت ما لازم تسمع، هذه تسمع. الأمر الإيجابي أخذه والأمر السلبي أقطه. بالنهاية هذا اللي اليوم يقول لك أنت سيء، باكر إذا لعبت زين راح يقول لك أنت زين. بالإضافة إذا الأمر على المجلس إدارة، يا حسن أبو الحسن أو غير حسن أبو الحسن، سويت شيء إيجابي حق نادي الغاتسية، الجمهور راح يصفق لك. سويت شيء ما يرضي الجمهور ولا نادي الغاتسية ولا مصالح نادي الغاتسية، راح ينتقدك. المطلوب، الآن من سيد حسن أبو الحسن توضيح التصريح. لا اعتقد ان خلاص احنا وضحنا يعني، وايضا مطلوب يعني لما تقرا الخبر في الناس راح تفهم يعني. كثير قروا الخبر الناس راح تفهم وفهموا غلط، وهو لازم يوضح خالد. بس في نقطه انت يمكن قلتها، ان نادي الغاتسيه او جماهير نادي الغاتسيه دفعت خلينا نقول والدش يعتبر بالقرار. هم شوف ابو خالد، ما اتوقع ان واحد قد ساوي يم يدفع يبي شيء. هذا عاشق الكيان، إيه يعشق الكيان، هذا احنا قاعد نقول احنا يعشق الكيان. يمكن احنا الجمهور ناخذ منه الراي، يمكن تصريح، يمكن صالح كمل التصريح كامل، اتوقع ان تصريحه انه يقول لك احنا كمجلس اداره ناخذ اراء. صح. ناخذ اراء الجمهور، لازم الجمهور هو يعطيك راي، لازم تاخذ بالنهايه ترى في مجلس اداره. لحظه يعني. خلينا نقول احنا عشان انا بس عشان الجمهور ترى احنا يمكن بالوضع اللي احنا نمر فيه في ناس تشجع اشخاص ما يشجعوا النادي. صح. اكبر غلط. اعتقد في ناس يبون يسعون للفشل والناجح دائما يهاجمونه ويكسرون مجاديفه، وهذيل دمرنا، وهذا هذا دمرنا. نتكلم بشكل عام. صح. والله هذيل دمرنا. وانا اعتقد ان ابو الحسن والله العظيم يمكن ما هو قصده، والتصريح يعني جاء كذي بالنهايه. بتأكيد. يعني مجلس اداره يمكن فهم او يمكن الصحفي، لا ابو خالد يمكن الصحفي صاغه بطريقه لازم يصيغ يعني. ان ابو خالد انا ما اتكلم عن احترامي حق الانديه، انا اتكلم عن جمهور نادي الغاتسيه، الجمهور الاول بالكويت، اتكلم عن الجمهور الاول بالكويت، اتكلم عن جمهور نادي الغاتسيه. في احد بيتجاهل الجمهور بهالطريقه هذه؟ لا مستحيل يعني. احنا الجمهور الاول جمهور العربي الغاتسيه. هذه الحلقه باسمكم اشكر اخوي العزيز طارق العيدان، واشكر اخوي العزيز حمد العنزي، واشكر اخوي محمد يوسف، واشكر اخوي صالح الجنفاوي، واشكر اخوي علي الجر الله يواقف ورا الكاميرا يشير لي ثلاثه. والله دريت درينا لا حول ولا قوه. مع السلامه.